رزق الله محمود عبد الله أكتش من سكان زعترة. صار الوضع وأنا قاعد هون مطرح ما إحنا قاعدين، أجت سيارة الجيش مع واحد وحط في راسه كيس ولحد الموقع نزلوه هناك باب العبارة وأهدموه هناك، ضربوه صليتين وأنا أتفرج، يعني كنت قاعد أنا وأبوي وعمي، قتلوه هناك استشهد في باب العبارة. بعد ما تستنوا تأمنوا تأكدوا إنه مات راحوا الجيش. بعد ما راحوا استغلينا الفرصة أنا وأخوي وتسللنا، لأنه اللي بروح على الشارع في هذاك الوقت بموت. تسللنا ورحنا فتشناه على أساس نلقى معاه ورقة، على أساس نلقى معاه إشي اللي يثبت شخصيته، ما لقيناش ولا إشي. ظل بعدها داروا الناس يجوا على أساس يشوفوه ويتعرفوا عليه، ولا واحد تعرف عليه. أجا طبعا من كل المناطق ناس يتعرفوا ما عرفوش ولا واحد عرفه. إحنا حاولنا ندفن في وقتها ما قدرناش، فصار الشغل على الشارع، استغلينا الشغل وطحنا دفننا. 67 هذا الحكي بعد الاحتلال بأربع خمسة أيام. اليوم يجري مراسم انتشال جثمان شهيد من شهداء الجيش الأردني الذي قضى شهيدا في عملية اغتيال وبدم بارد من جنود الاحتلال في حزيران من العام 1967 في محاولة من قبل قوات وعصابات الاحتلال الصهيوني لإيصال رسالة ردع وللانقضاض على الجيش الأردني الذي كان يتواجد في الضفة الغربية، خاصة وأن هناك تشكيلات عسكرية من الجيش اشتبكت اشتباكات عنيفة مع هذا الجيش الاحتلالي. لذلك اليوم بعد مضي 53 عاما على حادثة الاستشهاد الأليمة لهذا الجندي مجهول الهوية، تجري اليوم الترتيبات وبحضور رسمي فلسطيني وأردني لانتشال جثمان هذا الشهيد ضمن مراسم عسكرية تليق بكرامة وبشهامة هذا الجندي الذي يعبر عن مئات بل آلاف من الجنود والمفقودين الذين قضوا في العام 1967، وهذا يدلل على إجرام ونازية هذا العدو الصهيوني.